بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه دائما وأبدا نطلب التوفيق والنجاح والسداد من رب العالمين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم من هنا من أرضية ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث التواصل المستمر مع رياضة الآباء والأجداد، وعلما بأن هذه السباقات تأتي دائما وأبدا بالتوجيهات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة دائمة من سيدي سمو الشيخ محمد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا نلتقي في هذا اليوم الموافق يوم الخميس بتاريخ 26/11 لعام 2015، نرحب بجميع الحاضرين ونرحب بمدير نادي دبي لسباقات الهجن علي بن سعيد بن سرود، ومدير ميدان الهباب مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، وكل الحاضرين على أرضية هذا الميدان. نتواصل مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الشوط الأول الرئيسي على بركة الله وحفظه. أعلن هذا الشوط الأول الرئيسي الذي يضم هذه الأسماء الكبيرة الذي خصص لفئة الأبكار الأصايل لسن الحجاج لأصحاب السمو الشيوخ من يرغب من أبناء القبائل. مسافتنا هي 3 كيلومترات. نرحل إلى البداية، نذهب إلى المركز الأول، نتابع علاج تتقدم بالمركز الأول المملوكة لسعيد بن شطيط بن علي المدهوشي، يقدم علاج بالمركز الأول، بينما المركز الثاني فتنطلق أملاك لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري يتواجد في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث القادم الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن خالد النعيمي وعملية التضمير مع سعيد من فايل الزرعي. ننتقل إلى المركز الرابع على روعة قادمة، روعة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وعلي بن مهير بن بليشة في التضمير، بينما المركز الخامس وصلت نصيبة لعلي بن سالم بن سليم الاكتبي، والمركز السادس فأرى هنا الواصلة مقلوعة سلطان بن سالم بن سعيد بن غدير يتقدم مع المركز السادس، بينما المركز السابع أرى الواصلة هنا بلبلة سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي يقدم بلبلة في هذا الشوط الأول. المركز الثامن الواصلة والمنطلقة هنا خداعة لخليفة بن راشد بن سرداح. نكتفي بهذه الأعداد بعدما وصلنا لوحة الكيلو الأخير، لوحة الكيلو الخطير. دخلنا هذا الكيلو الذي يحمل التحديات ويحمل القوة والإثارة مع انطلاقة الشوط الأول. أعود إلى المركز الأول، أتابع علاج بالمركز الأول، هي علاج الناموس، علاج الانتصار بالمركز الأول مع هذا التحدي الراية. المملوكة لسعيد بن شطيط بن علي المدهوشي من يقدم علاج بالمركز الأول، بينما المركز الثاني أرى النصيبة قادمة لعلي بن سالم بن سليم. المركز الثالث الواصلة بلبلة سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود مع علاج. ما شاء الله تبارك الله، بالمركز الأول تتقدم علاج ويحرك سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي في هذه اللحظات. الأداء جميل، الأداء رائع بالمركز الأول. إذا مشاهدينا الكرام، 300 متر الأخيرة وخلاص طارت علاج، أقلعت علاج بالمركز الأول، أقلعت على المدرج رقم 1 على المركز الأول على الأداء الأول. إذا سلام يا المدهوشي، سلام لمالك علاج سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي من قدم علاج وأطلق علاج مع الشوط الأول الرئيسي. تفتتح الناموس الأول وتفتتح أول الأشواط في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لسعيد بن شطيط بن علي المدهوشي راعي علاج، وها هي علاج تصل إلى خط النهاية وتنتصر مع الناموس الأول. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام بلبلة سلطان بن علي سلطان الهناوي. المركز الثالث شعار مسليم. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع شعار بخيفة علي بن محمود بن حبيب الرضا، بينما المركز الخامس
بقية المراكز أتركها عند هذا خط النهاية. هكذا مشاهدين الكرام كانت علاج بالتحديات تهانينا وناموس.